كابتن عماد متعب حقق كم بطوله خلال مسيرته مع النادي الاهلي؟ 24 تقريبا. 24 28 بطوله. 28 بطوله؟ اه. انت متاكد؟ اه طبعا. الكابتن عماد متعب كابتن كبير في النادي الاهلي، واعتقد حقق حوالي 28 بطوله مع النادي الاهلي. خمسه تقريبا. 19 بطوله تقريبا. 24. 24. 22. يعني ممكن نقول 13. مش عارفة ايه حكاية ال 24 مع الناس، يمكن يكونوا كانوا الاقرب هم ال 28، ولكن الاجابة الصحيحة هو انه كابتن عماد متعب حقق 29 بطولة مع النادي الاهلي، منها 10 القاب دوري، 3 كاس، 6 بطولات سوبر، 5 دوري ابطال افريقيا، 4 سوبر افريقي، وبطولة واحدة للكونفدرالية الافريقية.